وللوقوف على تصاعد انتشار مرض الحمى النسفية في العراق وأسبابه وسبل التصدي له من قبل وزارة الصحة الحالية، ينضم إلينا عبر سكايب من بغداد الطبيب الاختصاصي العراقي الدكتور إبراهيم سليمان. دكتور إبراهيم، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. دكتور، يعني تزايد أعداد الوفيات والمصابين بسبب الحمى النسفية في العراق، بماذا يفسر تزايد وانتشار مرض الحمى النسفية في العراق هذه الفترة؟ مساء الخير عليكم وعلى مشاهدي قناة الرافدين. سيدي العزيز، الحمى النسفية ليست جديدة بالعراق. بال 84 ثلاث إصابات وفيات في مستشفى اليرموك. والحالات اللي حولتها طبيبة ومنتسب، يعني الممرضة ساهمت عليها بالمصابة. وأني حولتها بداية ساهمت عليها. الحمى النسفية مرض فيروسي ساهمت عليه أي أمراض، ينتقل عن طريق القراد، عن طريق الحيوانات ساهمت عليه. للأمانة العلمية أغلب الحيوانات عندنا، الأبقار والدنيا مصابة. مصابة. الخلل مو في وزارة الصحة بصراحة، خلل ماكو الصحة البيطرية. تشرب على الحيوانات ما عندنا، فاشلة طبع كل شيء ما عندنا. يعني إذن في البيطرية، الصحة البيطرية، إلى أي مدى يمكن أن نقول أن العراق دخل في مرحلة مقلقة مع تزايد حصيلة الوفيات؟ مقلقة الوفيات، هم دا يقولون 18، هذا الرقم غير صحيح. وبعدين دا يركزون بس على محافظة الناصرية. فهمت علي؟ أنا هسه بأبو غريب، تعال يمي بأبو غريب وأشوفك كم كيس موجود. يعني بعدين هاي الحمى النسفية، هاي الحمى اخطر من عدا اكل حمى الجسم، ذيك اللي يسوي وهن عضلي وحمى وما اعرف شنو كذا هذي شيء، بس هذه تسوي نزف. يعني يجيك المريض علينا اما رعاف من خشمه او نزف رحمي او جسم نزف من الجهاز الهضمي، يعني اخطر. يعني بعدين لا تلقى للقاح، ومعدي معدي مصاب ويصيب الاستاف مال الصحه. يعني هسه انت مريض يجيك نزف، انت تتعامل بيه ما عندك محاذير ما عندك، فتتعامل بيه ما تحس قبله. هو المريض اللي انصاب اذا ايده مكشوفه او كذا، ملابس جلوب ملابس الشغلات، يموت يروح المريض. هنا السؤال، يعني ما مدى استعداد الحكومه ومستشفيات وزاره الصحه لمواجهه هذا المرض والتعامل معه ايضا؟ والله يا اخوي انت من تقول لي حكومه، انا بالنسبه لي ما اعرف لا حكومه ولا باكو لا حكومه ولا ديك. الوضع الصحي سيء الوضع الصحي. اكذب حتى يصدقك الناس. هاي بدليل مبينه، هاي الارقام اللي تنطيها وزاره الصحه ولا هذه. وضعنا الصحي بائس، نقطه راس ما تقبل نقاش. هو الوضع كله العام بالعراق عندنا بائس، فكيف الصحه يعني؟ هل هناك خطة طوارئ معدة مسبقا لمثل هذه الأمراض، خصوصا أن الأزمة حدثت قبل في السنوات الماضية؟ اي بال 84 اقول لك الإصابات 84 ثلاثة، انا مشخصة عندي حتى جبتي من منطقة الحمدانية، تفهم علي كأنما بعدني عايش. يعني عمري 71 سنة بس انا عايش لهي الحالة. بس نعم. ربما قبل سنة او سنتين يعني وقعت في العراق، ليس المدة صادق القديمة. نعم صادق، صحيح صح. يعني وضعنا الصحي بحسب منظمة الصحة العالمية 40% من مرضى الحمى النسفية يواجهون ربما خطر الموت. هل الخطر فعلا يهدد العراق برأيك بعد تكرار انتشار المرض خلال السنوات القريبة الماضية؟ يا سيد العزيز هي فقدنا الاتصال مع الدكتور إبراهيم سليمان. على أي حال، كنا مع الدكتور إبراهيم من بغداد في اتصال هاتفي، شكرا جزيلا لك.